مرتي انا مر مر مرتي مرتي وانا شو قصدك تقول مر 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 انه انا مر مرت لك حياتك انا قلتك ما انت بالحق روحك بس قصدت منعرفكن ع حضرتنا احلى كوبل مجوزين اجمل قصه قصتنا وعلى كل شي متفقين بسعاده نحن عايشين على الحلوه والمره وبعيشتنا مرتاحين ما منتخدع بالمره انا ومرتي بعدي مرتي وانا ليش الشاب بيتجوز ليقضيها شغله تنظيف وبيضلوا وجه مبواز بالبيت كناسة وتعسيف بيش اللي بيهوي عالخفيف وحضرتها قول يا لطيف أنا ومرتي بعدي مرتي وأنا اروح يا ونهجوني نهج لك اخ يا كلوتي يعني لو حدا خبرني ما كان صدقت شفت كيف اتجمعوا علي مثل الضبوعة اخ يا فشتي معقول لا بهالسرعة شفت كأنه بيني وبينه انطار اخ يا حوضي يعني لو خلصت لك وجهي لك شو قصتك انا رح موت من الوجع وانت نازل فيي يعني شي ما بيتصدق لا ما عم صدق ليش انت مصدق شو بدي صدق مصدق انه هيدي اللي شفناها هي ذات الست نايلة اللي هي حماتك شو قصدك تقول؟ قصدي اقول انه هيدي الست قتلت حماتك وانتحلت شخصيتها معقول؟ نعم لكن معقول انه الست نايلة تتغير وتصير بهالشكل الحلو هيدا هيك بظرف كم شهر وليش مش معقول؟ انت مش سامع بهالعمليات اللي عم يعملوها بهالايام تصغير المنخار تكبير الشفة حشو الخدود تصغير المعدة شفط الدهون شد الجلد انت مش سامع بعمليات التجميع قصدي اقول التجميل ليك هو للسامع سامع بس هيدي اول مره بشوف عمليات ظابطه بهالشكل والله معك حق شي ما بيتصدق طيب شو رايك يا فادي نعملنا شويه تحريات لنتاكد انه هيدي حماتك او لا ما تعذب حالك انا مأكد انه هيدي حماتي 100% كيف تأكدت؟ من كفة يا بني شو قولك كحليم بتكون وصلي؟ سلمى قلك من الساعة 10 وانت بتسألي نفس السؤال ما خليتيني نام ولا تكي مش مصدق اني رح شوفها لنايلة دخليكم من ايمتين هالمعزة الزايدة؟ من وقت ما عرفت انها سافرت على كارلو فيفاري لتعمل رجيم وتعمل عمليات تجميل تعمل؟ نحن شو دخلنا؟ رح طق من الحشرية لشوفها كيف صايرة من بعد ما رجعت
على كل حال أنا متأكدة إن تيتي تيتي مثل ما رحتي يا نايلة مثل ما جيتي. وما دام هيدا رأيك لشو محرقصة؟ مش محرقصة، بس معقولي مرة بعمرها بتعمل عمليات تجميل مش عيب؟ تستحي على كبرى رح تصير تيتا. الله يساعد جوزها على هيك مرة، بيكون حط البلاوي اجرت هيك عمليات وبلا فائدة. قوم لنروح نشوفها. طولي بالك هلا لاحقين. ما بقى في انطر، بدي روح شوفها لنايلة لحط على عينها انه الجمال الطبيعي ما في مثله كتير وما حدا بيقدر يوصل له لو بده يعمل 100 عملية تجميل. اصلا هي عم تعمل كل هالعمليات لتبين احلى مني بس فشلت. معك حق. على كل حال بتكون هلا واصلة تعبانة من السفر، خليها ترتاح شوي، هلا بعدين بنروح. طيب ما زال مطولين، قوم نزل فرشة فادي عند تدخيتي وحطها بقوت. ليه؟ لأنه إذا وصلت حماته الصبح الليل بيكون نايم عنا. مصدق عيني، حدا يقرصني، حدا يضربني. طول بالك عمي بعدها واصلة، شو اشتقت؟ لحق. خلص امي، بتصور اكلوا خبيط اكثر ما بيستاهلوا، وبعدين اعتذر. صار فيكي تقعدي وترتاحي وتروقي لاعصابك انت. يعني يا ست نايلة اللي بيشوفك بيقول خلقتي من جديد. وانا اكلتها من جديد. عن جد عن جد امي مش معقول. مخيرة كثير الكفر النص. ليك حياتي صحيح حماتي فرقة بس من برا، من جوا المضمون زيته. مش رح رد عليك لو بطق لأنه التعصيب بضرني وخصوصي بعد عملية التجميل. عمليات يعني للحقيقة ست نايلة كان إلك فقدة كبيرة، الواحد يحكي ضميره وخصوصي عند اللي بيحبوكي. يعني ما حدا استفقد له فادي غيري أنا، غيري أنا. يا هلا يا أهلا بحماتي، يا أهلا بحماتي. ماما إذا بدك ترتاحي شوي فوتي نامي عندي بالأوضة. لا بدي روح شوف الولاد اللي زمان ناطرة. هلا مريت. يا هلا بحماتي. لا لا ولاو لحقت وصلت بخير. خليكي خليكي وكنايلة خليكي. يا محب يا عمي يا محب. لا الأيام اللي جاي كتيرة. أم سليم تقفل على البيت. سليم باي لاف. انت باي لاف. بي بكشي. عمي بكشي. لك كيف تغير لونه؟ خواجة سليم بكشي. بي بكشي. امك قلت لي ماي لاف. قلت العمي بك هذا معود على الماي لاف، هذا معود على البهدلة. أنا ومرتي فادي، مرتي وحلا. أنا ومرتي فادي، مرتي وحلا. لا 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 أشو قصتك أخاولة؟ لك من وقت ما وصلنا أنت وتبكي، هل قد اشتقتي يا لست نايلة؟ لا عم ببكي على حظي. وأشو مو حظك؟ أشو مو أولى مرت. وليش حظك مرت؟ ها؟ أشو ناقصك لعم تقولي هيك؟ ناقصني عملية تجميل مثل الست نايلة. وعملية تجميل لشو؟ مش عم يقلي لشو؟ تصير مثلها. لا لا لا، هلا أنت عم تقولي أخولة إنه بدك تعملي عملية تجميل لتصير مثل الست نايلة؟ إيه. يا حيفي، ليش بدك تبشعي حالك هيك؟ ها؟ مش عم بفهم. يعني أنا بنظرك
احلى من الست نايلة؟ معلوم انت اجمل منا بنظري. حتى لو عملت كل هالعمليات التجميل؟ حتى لو صغرت حيلة 20 سنة انت اجمل منا بنظري. يقبرني نظرك مخول. ضيع شي؟ عويناتي تعرفي بليه هون ابشوف الشي مظبوط. حياتي بعدك زعلانه مني؟ ليك فادي انا اليوم منصحك ما تتعاطى معي. يعني ما في امل للصلحه؟ ما في. بفهم من حديثك انك سحبتي السفراء والسفرات ختمتهم بشمل احمر كمان. خلصنا حياتي ما بدها هالقد. بلا بدها وبدها اكثر من هالقد كمان. جرسني وبهدلتني قدام امي بدل ما تعبطها وقلت لها الحمد لله على السلامه يا حماتي يا حبيبه قلبي. جبت لها النوبه. يا حياتك كنت عم بمزح. مسحه ثقيله. اساسا فادي انا حفظتك وحركاتك هون صرت اعرفهم كثير منيح. انت كل ما بدك تتهرب من موضوع بتقلي كنت عم بمزح. شو لوين؟ تعبانة ورايحة نام. برافو عليكي. وانا تعبان وبدي نام. عن جد؟ ايه حياتي. تعبان؟ تعبان ايه تعبان. كتير؟ كتير 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 كتير. ولك يقبرني لكتير. ايه حياتي تعبان كتير. انام هون بالسالون لانه على الاوضة ما في لك فوتي. يا عمي طولي بالك ولك يا حياتي خليني احكي معك. افتح الباب كارين. يا كارين افتح الباب. هيدا قصاص كل رجال بيعمل حماته بهالطريقة. هاي لك يا حياتي شو بدي لك يا حياتي لو قصاص كل رجال بيعمل حماته هيك ينام بالصالون كانوا كل شي في رجال بالبلد هلا ملحقين بالصالونات. انا ومرتي مرتي وانا الله شو بحبوني لبعدهم نايمين وما هم واستقبلوني. لو بتشوفي انا قديش تعذبت انت. هيت خبرني كيف كنت عايش بدوني؟ بدونك شلشحت وتبهدلت ونقبرت على قلبي. يعني عرفت قيمه غيابي؟ انا اللي عرفت. سليم ما بعرف ليش بحسك كذاب. انا؟ ايه وكذاب ومكتر كمان. انا؟ هيدي كلمة أنا بس تطلع من تمك بحس شفافك عم يرشفوا من الكذب. أنا؟ إيه أنت سليم أنت. عاكل حي أنا جاي تعباني من السفر هلأ ومش فاضية لك. بس بعد شوي بس ارتاح. عمول حسابك بدك تخبرني كل شي شو عملت بغيابي من طقطق. للسلام عليكم. إيه والله إذا خبرتك شو عملت بغيابك من طقطق لي عظامي. يلا جاي جاي. يلا مرحبا جيرا. سلام المعلم مخول. ايه ان شاء الله ما كنت جيتك بوقت مش مناسب. ها لا والله يا اهلا وسهلا. واني كارين شحي بعد نايمي عم ترتاح شوي بتعرف صرنا كتير بالمطار والزفة. وانت ان شاء الله هيك نمت وارتحت منيح. ولا يا معلم مخول انا رجعت حماتي من السفر طيرت للنوم من عيوني. طيب يا استاذ فادي بلا طول سيري انا قاصدك بخدمه. مور لو سمحت بديك تقول لكارين تقنع خوله انه هي مش بحاجه لعمليات تجميل. ليش؟ لانه من وقت ما خوله شافت الست نايلة كيف صايره وهي عم تنق على راسي بدها تعمل عمليات تجميل. ما كل النسوان هيك بغاروا من بعضهم. ليك هلا لما توقع كارين رح اقول لها. شفت يا استاذ فادي هيدي مثلا شغله من الشغلات اللي بتميز الرجال عن المراه. رجال قد ما يكبر بعمره ما بفكرش يعمل عمليات تجميل بس المراه يا لما تقطع ال 30 بتبلش عمليه من هون عمليه من هون. اقولك معلم مخول دخلك الرجال ما بيعمل عمليات تجميل لانه مش بحاجه ولا لانه بيعتبر انه هالعمليات مصروف على الفاضي. لا 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 لانه مش بحاجه. طلع فيي مثلا برايك انا بحاجه روح على هيدي الكارلو فافاري اعمل تجميل؟ لا انا برايي لازم تروح على المتحف.
ويلي يا ويلي ميس ناوم اش بعد ما تعمل هون تعرف غدي ما بعلمي كل شيء خفني يا دلي يا دلي نحلي وقعت بايدي ما وقعتش بايد نايلة كنا كلناها سليم شو عيد اللي كنا بدنا ناكلها اللي بدنا ناكلها حلواني ترجعتك بالسلامه حلواني ترجعتك ما بالنسبه ترجعتك بالسلامه نايلة عازمك على العشاء بقى شو بك جامد هالجمدة؟ كأنك عمل لك شو عاملة؟ أنا جامد؟ ولو عم تقلي لي أنا؟ إلك أنت وليه عم تحكي هيك معي ويدك ورا ظهرك مثل كأنك مخبى شي أنا مخبي شي؟ ولو عم تقلي لي أنا؟ سليم فرجيني شو في ورا ظهرك ما في شي سليم تفضلي شو هيدا؟ عم يسنام؟ إيه عم يسنام ولا مين هالقميص النوم؟ هيدا قميص النوم لك يا نايلة حابب اعمل لك اياها مفاجأة وحط قميص النوم حدك حتى بس توعي تشوفيها بس لسوء الحظ انت فاجئتيني انت اللي فاجئتني سليم معقول من ايمتى صرت رومانسي هيك؟ من وقت ما فليتي اخي راسي يكسر ديات اللي عمل فيا هيك لك فادي وعطلتش بقى وعطلتش بتسمع اوكي ما بكفي قبلت وتنزلت اجي اقعد معك هوني بالسالون والله كتر خيرك عم تتنزل كتير قوم افتح الباب بلا كتر تحكي رح قوم افتح انت من وقت ما رجعت امك مستقوية زيادة على اللزوم سلمى بيك ببيت مي من عشان الله يرضى عليك اوام سلمى يلا بيه يلا بيه شهل امي الحمد لله يا دلي انا ابني شو صاير فيك يا رب مين اللي عمل فيك هيك اكيد هالحربيني ما لحقت وصلي تبلشت المصايب تنزل على راسك لا طمني بالك حماتي هالمره مش بس امي اللي اشتركت بتكسيره كلنا اشتركنا بتكسيره وقالك عين تحكي بيي طمني ان شاء الله ما صابك شيء ان شاء الله ما انك مقصر كثير يعني للحقيقه بي انا تأذيت كثير بس مش من القتل اللي اشتركت فيها حياتي لا من رجعه حماتي بتخرجك اكثر من هيك كمان ليه سكتها احسن ما سمعها شيء ما بيعجبها تعال ايه انت لو بتعرفي شو عمل ابنك ما كنت بتحكي شيء من هالحكيات شو عمل ما راح معك على المطار لتستقبلي اميك لا رح معي على المطار لاستقبل امي بس استقبلها بالنوبة برافو عليه سلمى كريم معها حق هلا انت بتقبلي لو سافرتي ورجعتي ان كريم تستقبلك بالنوبة انا بقبل سمعتها كريم خلاص على كل حال نحن تأخرنا انا مضطر روح على المكتب بدي اجيب ورقة مهمة هلا بس نرجع نحكي سوا يلا مش مطولين وكمان اخدها معك ايه ما مروح حالي انا مش قادر سوق هي بتوصلني اذا ما بدك ياني وصلوا حميتي فيك انت تروحي توصلي اساسا انا بتمنى لانه ما عم بتعصى معه لو بعرف سوق كنت بروح فاذا يلا لنمشي فاذا بنشوفكم لما نرجع اتصرفوا مثل ما بدكم وخذوا راحتكم البيت بيتكم بتعرف حياتي نحل امك ما بتعرف تسوق ليش حياتي حتى انت دايما توصليني لا لأنه لو بتعرف تسوق كانت قضيتها حزك مزك عنا يلا مشي أنا ومارتي فادي مارتي وعلا أنا ومارتي فادي مارتي وعلا أول مرة زمتنا وكان حظي حلو بس أكيد المرة التانية مش رح أزمت لأنه إذا بدي أعمل على حظي رح أكلها ما أنا حظي بعرفه عاطل من الأول لك شو الريحة بالبيت حاجة ترشريش رح نفطس قلت بغير شوي ريحة البيت الله يعطيك العافية شو مبين عادت
بدك تروح عند بنتك؟ لا لا لا، روحي انت وحدك، انا عندي كم شغله ضروريه ولازم اعملها. ايه مثل ما بدك، بس ليك سليم، اوعى تفكر اني نسيت، هلا بس ارجع الي معك حديث طويل عريض، اوعى تفكر انك تكذب علي، لانه انا ما بيمرق شيء علي. سيدني باي سوسو. باي. مدري ليش حاسس انه رح يمر علي ايام سودة مثل الزفت. يا دلي انا شفتوا قديش الضعفان. يا سلمى ما ممكن تغيري هالاسطوانه، غيريها بقى. بس تاخروا. ها وصلوا. هاي. اهلا وسهلا. نعم. مين بتريدي؟ مين بريد؟ نعم. كريم موجودة؟ لا ما انا موجودة. طب الاستاذ فادي؟ كمان ما انا موجود. يا سلمى هيك بتخلي الست واقفة على الباب؟ قولي لها تتفضل، تفضل يا ست. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو يا مس زبق. ثانك يو. يو ار ويلكم. اهلا اهلا. بس ما عرفتينا حضرتك. انا سليمة جارة كريم وفادي. اهلا وسهلا، تشرفنا. وحضرتك بتكوني حماته لفادي؟ اعوذ بالله، انا حماته لفادي؟ انا امه وحضرته بيكون بيه. وليه اعوذ بالله؟ شو الهيئه، مش عجبتك حمات ابنك؟ مش عجبتني كلمه صغيره، قولي مش هضمتها، مش طايقتها، مش بلعتها. ريتا ما تكون بديار حدا. سلمى بلا هالحديث هلا، بلا. تركها تفش خلقها، تركها. شو الظاهر انت كمان عندك زيت المشكله؟ انا اللي عندي بنت اخدي واحد عنده ام ما بتنحمل على البطن ولا على الظهر. ام وحده جرديه جاهله، ما بتعرف شي من التقدم والاصول. انا بعرف كيف بنت مبلد بهيك حما. على كل حال عند حما بنتي، انا ما بتمنى تكون عند عدوتي. ايه انا حميت ابني فادي، اذا كانت جايه بتحسميه رايحه. هل قعد وقتها؟ سلمى مش وقت الحكي هلا. اتركها تحكي، ما انا اكل اللوعه اكثر منها، ما بنتي حميتها هيك. بتصدق شو بتتدخل بحياه ابني ومرته بكل شيء، بالشاردي والوردي، منددت لهم عيشتهم. ابدا ابدا، مثل حماد بنتي على المظبوط. مش بس هيك، يا حرام عندها رجال صوره، الله وكيلك، لا بهش ولا بنش. روح تعدع. بتصدقي ما صدق كيف سافرت. لشي مسافره هلا؟ كانت مسافره. قال سافرت على كارلو فيفاري لتعمل علاج ليضعفوها ويشفطوا لها ديونيتها ويشدوا لها وجهها. بس الله وكيلك وحياتك، انا متاكده انه لو بدها تروح على اخر الدنيا ما حدا رح يقدر يشفط لها دهونيتها، لانه ما في اله بالدنيا رح تساعد دهونيتها. سلمى بدون ما تجيبي سيره العالم هلا. اتركها تحكي، اتركها. دخلك بدي اسالك، حميته لابنك كبيره تا ما بقى يلبق لها تعمل عمليات تجميل؟ معلوم كبيره، اكبر مني بعشر سنين واكثر. على كل انا بقطع رقبتي من هون إذا كل هالعمليات اللي عملتها رح يعطوها نتيجة. مرحبا جميعا. أهلا وجيه. يا أهلا بالست. سليمة هو سليمة. إيه كيفك وجيه؟ منيح. تعرفي له وجيه؟ طبعا ما بعرف غيره. الست سليمة ما في منا بالدمة. مبين عليها، وهي كمان يا حرام بنتها عندها حما منددت لعيشتها مثل حميت ابني فادي. لا 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 ما تغلطي يا ست سلمى، بنصحك حميت فادي ما في منه. بعدين بلا زغرة من الموجودين، الست نايلة خلقة وأخلاق. ايه انت قول هيك لأنك كذاب مثل حكايتها وبيضون كمان. هيك لكان سلمى، خلاص خلصنا، قومي ننفل. لا وين بكون تفلوا؟ لا بعد بكيف. هاي مامي. مامي. نايلة يا سلمى. شو فادي في الجبل
لي شي سطور، بدي اقطع لها رقبتها لعمك لانه عمليات نجحه. خليه هذا كل شيء عملته بغيابك. انا بتقلي كل هالوقت ضليت بالبيت ما ظهرت ولا مطرح. ابدا ما ظهرت شفاش خبريت العتبه، مت من الزهق. ليك يا سليم، اذا بعرف من يلي قلت لي ايه في شيء منه كذب، يا الله يعينك ويساعدك. ولو كنايلة، انا من لي غيرك. جود نايت سليم. جود نايت نايلة. ماما ماما ليك شو لقيت بشرشيه بالسجاده؟ قال حلقات. قلت لي مت من الزهق ما هيك؟ إيه لا سليم، هالمرة رح تموت من القتل، رح تموت من القتل. مشكلك يا وجيه لأنك قبلت تقعد معي وتسليني من بعد ما شحطتني كارين من البيت. مجبور أقعد معك لأني مش مستعد استقبلك عندي بالبيت، لأنه ساعتها كارين بتقطع عني الأكل. معقولي بعد ما وصلت حماتي من السفر تعمل فينا هيك؟ طول بالك يا زلمة. طلع شوف هالمشحر الجاي صوبنا كيف مكسر تكسير. شفت؟ اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته. ما يحوى شباب عباك. نسينا الهنا.